بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بفضل هذه الصلاة أغاثه صاحب الزمان سلام الله عليه. وهذه الصلاة معروفة بأنك بمجرد أن تصليها يغيثك صاحب الزمان سلام الله عليه، ويقضي لك حوائجك، ويخرجك من كل مشكلة، ويدافع عنك، ويظهر الحقيقة. يرجع تاريخ هذه الحكاية إلى أواخر القرن الهجري 13، وهي من الحكايات المشهورة بين أهالي محافظة مازندران الإيرانية، وقد نقلها العالم الورع آية الله الشيخ علي أكبر النهاوندي في كتابه الرائع العبقري الحسان. قال رضوان الله عليه: حدثت هذه الحادثة في زمان العالم الرباني الشيخ محمد الأشرفي المازندراني، إذ أن أحد الإقطاعيين الظلمة في منطقة مازندران ادعى ملكية أحد الأملاك الموقوفة للمنفعة العامة، وكان يتولى إدارة هذا الوقف رجل صالح فقير يعيش على عائدات هذا الوقف. وبحكم نفوذ هذا الإقطاعي في المنطقة استطاع أن يجمع بالرشاوي عددا من شهود الزور ليشهدوا له في هذه القضية بأن قطعة الأرض هذه له، تعود ملكيتها له وليست هي وقفية. حصل هذا الإقطاعي الظالم على حكم إلى صالحه من محكمة النظام الملكي الشاهي آنذاك. تدخل بعض الأخيار عسى أن يتمكنوا من حفظ حرمة هذا الوقف، ولكنهم لم يستطيعوا أبدا. لماذا؟ لأنه كان يعطي الدولة ويعطي المسؤولين الأموال الطائلة كي يحصل على هذه الأرض. اقترحوا على هذا الإقطاعي أن يتحاكم إلى العالم الرباني آية الله الأشرفي المازندراني، فإن حكم الحاكم آية الله الأشرفي المازندراني بأن الأرض له وبأن الشهود حقيقيين وليس فيهم إشكال، لا بأس، خذ هذه الأرض بأكملها. ولكن إذا ظهر العكس وأن هذه الأرض هي وقفية فتخرج منها فورا، قال نعم لا بأس. على كل الأحوال وافق هذا التاجر الإقطاعي الظالم ثقة بأن هذا العالم الرباني سيحكم لصالحه عندما يسمع شهادة شهود الزور الكثيرين الذين جمعهم. وهذا ما كاد أن يقع بالفعل عندما ذهب هذا الإقطاعي إلى العالم الرباني واستمع الشيخ آية الله الشيخ المازندراني رضوان الله عليه لشهادات الشهود الكثر، كاد أن يحكم بأن الأرض له، ولكن الله سبحانه وتعالى حال بين ذلك. صاحب الزمان سلام الله عليه تدخل في الأمر، ولكن كيف تدخل صاحب الزمان سلام الله عليه في الأمر؟ وماذا فعل هذا الرجل الذي كان يتولى هذه الوقفية، هذا الرجل البسيط الذي كان يتولى الوقفية، ماذا فعل؟ وما هي الصلاة التي صلاها التي جعل صاحب الزمان سلام الله عليه يغيثه فورا ويخرج حقه فورا ويخرج هذا الإقطاعي من الأرض؟ إن شاء الله في المقطع الآخر نستمع إلى ماذا فعل هذا الرجل، وكيف حصل على عناية صاحب الزمان، وأي صلاة هذه التي صلاها ومعروفة بأن من صلاها أغاثه صاحب الزمان سلام الله عليه فورا، في المقطع التالي إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.